هذا وقد اختتمت بعثة منتخب مصر للتايكوندو مشاركتها في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب، وتوجت البعثة مشاركتها في الدورة بالحصول على 11 ميدالية متنوعة، بينها ميداليتان ذهبيتان وثماني ميداليات فضية بالإضافة إلى برونزية واحدة. للمزيد حول أداء المنتخبات والفرق المصرية في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي. كابتن عصام مساء الخير وأهلا بحضرتك، تعليقك على أداء الفرق والمنتخبات الرياضية المصرية في الدورة المقامة حاليا في المغرب. أداء مشرف، لكن نأمل في أنه يبقى أداء رقمي. كنت أتعشم أن يكون هناك يعني إفصاح عن عدد الميداليات، وأن يكون لدى يعني الوزير ما يعلنه من الاتحادات بعد كم ما قدمته الدولة. طبعا مشكورين على الأداء، مشكورين، لكن هذا هو جهد أبنائنا والمدربين. نتمنى بقى أنه مع الثورة في الرياضة المصرية مع عنوان مصر الجديدة من 2013، الدولة المصرية تمتلك إرادة تدوير صناعة هي أمن قومي، هي صناعة بهجة، هي استثمارات، أن نكون حاضرين في الميعاد، وأن كان يعلن قبل صفر الباسة كم عدد الميداليات التي سنعود بها، وألا ننتظر أبدا، أن يكون دائما أولادنا ومدربينا جاهزين في الميعاد لرفع العلم بعرقهم وجهدهم. طبعا ده جزء مشكورين عليه، لكن يبقى التخطيط والإدارة الحديثة والعلم، وهو ما نبحث عنه بإرادة الدولة بعد ما أطلقت هذه الصيحة، وشايفنا في مناحي الحياة في الاقتصاد والزراعة ومحاولات 100 مليون صحة ومشروعات قومية كثيرة جدا، والإعلان عن بدء فتح مصانع الرياضة وفي القلب منها الرياضة للجميع، ثم أيضا رياضة الهواة كطلبة المدارس ثم الجامعات ثم رياضات الاتحادات أو الاحتراف، وبداياته مع منتخبات الناشئين والشباب، اللي بيأكدوا مع كل فوز أن العيب هو عيب إدارة غير محترفة، عيب صناعة غير مهرة، أما عن مصر فهي منجب للمواهب. وبالتالي نأمل أن مع عودة البعثة ونحن سعداء بالنتائج أن نراجع هذا الملف بدقة، وأن نعرف كيف فزنا ولماذا برونز وليس فضة، وكيف حصلنا على الذهب، هل كانت المقاييس علمية حقيقية أم أنها تفوق غير عادي يحدثه المصريين بحماسة شديدة وبجهد أولاد. وبالتالي ما أجمل أن نراجع الملف ونحن على رأس القائمة، ما أجمل أن نراجع الملف ونحن منتصرين، أفضل بكثير من المراجعة حين نكون غير موفقين أو نخسر بطولة في لعبة أو في ألعاب كثيرة. وبالتالي مع توالي فرحتنا بالأولاد الذين يمثلوا مصر والشباب والشابات، علينا زي ما قلت لحضرتك أن نلجأ وفورا لإعادة تقييم، وأن نطرح للعلم وأن نطالب الوزير بخريطة جينية لمناطق مصر، فنبحث عن سكان صحراوات كيف يكون الجلد فيلعبوا رياضات من النوع كذا، ونبحث في الوجه البحري عن رياضات تسمح بالقيم التي يعيشها والمناخ، يعني يحصل اكتشاف جديد ايضا للمواهب، ويعني استثمار لهذه المواهب وفقا للموقع الجغرافي ليهم. بشكرك جزيلا كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك، وبنهنئ منتخبات الرياضيه الفائزه بالميداليات والمراكز المتقدمه في بطوله الالعاب الافريقيه المقامه في المغرب.